بظرف 6 أشهر الأخيرة تم حجز قرابة 2000 نبتة مارخوانا بمدينة منزل تميم. تصريح العميد خليفة الشيباني الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني واللي شبه فيه مدينة منزل تميم بكارتيل ميديلين نسبة للسلسلة الشهيرة ناركوس. بالنسبة للمارخوانا منزل تميم باراما والليت الأخرى ديك كارتيل ميديلين شدينا فيها 1961 نبتة متاع مارخوانا في الشهر اللي فات والطول متاعها بين 40 و 80 سنتيم. انتشار ظاهرة المخدرات في منزل تميم، تجارة، استهلاك، مارخوانا، أقراص مخدرة وغيرها، مواطنين بالمدينة يأكدوا أن الظاهرة انتشرت بصفة كبيرة بالإضافة إلى ظاهرة الإجرام. الحاجات هذه تتعمل لها في الخفاء، ما تشوفها أنت في الطريق ولا حاجة، تسمع بالحكايات، تسمع بهم، تشوف فما ظاهر سرقة، فما ظاهر إخلال حتى في الطريق العام، فما عنف يتمارس تسمع بيها ضد ناس، ضد صغار في بعضها، معارك موجودة هذه. خويا حسب مصادر رسمية كولومبيا يعني جريمة موجودة كل جمعة اثنين ثم روح رايحة زاد لها تسمعوا شو شو نجاوبك أكثر منك كل شيء موجود أمنين أخوي ما حد معش ما روح جميل زاد لها فم انتشار الناس كل وقت تكيف من اللي الباجي سايبنا زاد لها في البلاد صاي الناس كل وقت تكيف كبير وصغير برشا حاجات سرقة في النقل في الكاسات يجيك هالدينار هاد 500 فهمني تقالين يجي يقعدوا هناك زاد تبولدوا على البنات وكل شيء يجوا لنا هاد الدينار وهاد 500 انا وصلت العشيه انا فهمني كما تعطي يعمل لك مصاصه ولا كل يوم كان عنده شهري جاي ياخذها وكما تيجي تخاف على روحك يقول لك بموس ولا فهمتني ولا واحد ولا خايف على روحه ما جاي شي سورد ولا شلتو ولا يقدر حاجه كلهم فلوس صغار كل شيء موجود عندهم اللي تصوروا في بالك حتى برا تعيش في ميلانو ولا ماكش تعيش في مزبوط جيت عشي العشية تشوف العجب أمنية ناقصة شوية ناقصة فهمتني موجود الإجرام موجود للبركاج موجود النطرة فهمتني ساعات واحد موتور كبيرة يتتفكله في النهار والخايل أمنيا المنطقة الوضع بها ليس على ما يرام الأمر اللي يستوجب التصدي لكل هذه الظواهر المتفشية بمنزل تميم.